عاجل، أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يهددون بالاستقالة من مناصبهم بسبب عيدروس الزبيدي وما يقوم به. لنشاهد التفاصيل. لوح أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي بتقديم استقالتهم من المجلس عقب تكرار تعرضهم لإجراء مستفز يلغي صفات مناصبهم وينكر شرعية المجلس برمته، وتكررت مواجهتهم له منذ وصوله من العاصمة المؤقتة عدن في أبريل الفائت. سربت هذا مصادر رئاسية أفادت بأن عددا من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي بدأوا يتحدثون عن تقديم استقالتهم جراء التصرفات الانفصالية التي يجاهر بها عضو المجلس عيدروس قاسم الزبيدي في مختلف المناسبات التي يحضرها والإجراءات التي يأمر بها. وأفادت المصادر بأن عددا من أعضاء مجلس القيادة طالبوا رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي بضرورة التدخل العاجل واتخاذ موقف حازم تجاه تلك التصرفات التي لا تنم عن وحدة الصف والهدف والغاية والتي جرى لأجلها تشكيل المجلس ونقل السلطة إليه، مشيرة إلى أن أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي أبلغوا العليمي نيتهم بإعلان استقالتهم إذا لم يتم ردع مثل تلك التصرفات والتي جعلت من المجلس رهينة لرغبات الزبيدي وأهدافه الانفصالية الواضحة منذ أعلان اليمين الدستورية ثم إلغاء احتفالات العيد الوطني للجمهورية. وأصدر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي أوامر صريحة لأتباعه وميليشياته أثارت استفزاز مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها من جديد، وعلى نحو ينذر بنسف الشراكة التي سعى إليها التحالف من الضغط على الرئيس هادي لنقل السلطة وتفويض صلاحياته لمجلس رئاسي. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.